دائما لا شيء يأتيك كما تتمنى، ولكن نحن على ثقة بأن الله يخبئ لنا الأجمل. من المستحيل أن يذهب لغيرك شيء قد كتب الله لك، فاطمئن، لا تحسد، لا تحقد، وعش بقلب نقي ونية صادقة. السعادة هي أن تحياها بعيدا عن الحزن، وأن تبتسم دون مناسبة، ودائما قل الحمد لله مهما كانت الظروف ومهما كانت المواقف. لا تحمل بقلبك سوى حسن النية، فعلى نياتكم ترزقون. فكن صبورا في كل شيء حتى في الوجع، قل الحمد لله دوما، فكم من صدر ضاق ثم برحمة ربه اتسع.